اهلا جميعا، اليوم بسوي الكريم كراميل الاصلي من الصفر، مره لذيذ بيعجبكم. بكرمل السكر اول شيء على نار وسط مع شوي مويه، وبحركه لين يوصل للون الذهب الفاتح، بعدين هو بيكمل كرمله لما اشيله عن النار. بصبه في القالب وهو حار، بس انتبهوا لنفسكم حرارته ما تمزح يخوف، واحاول اني اوزع على الجوانب. بحط المكونات مرة واحدة في الخلاط، عشان كذا أقول لكم إن الكريمة هذه بأسهل طريقة. حطيت الحليب السائل وعليه الحليب المكثف، بعدين الكريمة وبيض، عندي بيض كامل وصفار بيض ورشة فانيلا، وأخلط.